أعلن وزير الهجرة اللاجئين والمواطنية الكندي جون ماكالم أن الحكومة الفيدرالية في أوتاوا تعمل بشكل جاهد للتمكن من الوصول إلى الأهداف المنشودة والقادية باستقبال 10,000 لاجئ سوري بحلول نهاية العام الحالي. وجاءت تصريحات الوزير ماكالم أثناء محاولته إقناع الشركات الكندية في المشاركة ماليا في اندماج الوافدين الجدد إلى كندا. وكانت الحكومة الليبرالية قد تعهدت باستقبال 25,000 لاجئ سوري قبل نهاية شهر شباط فبراير 2016، إنما منذ تاريخ تسلم جوستان تريدو الحكم في أوتاوا في تشرين الثاني نوفمبر الماضي وصل إلى كندا نحو 1,000 لاجئ سوري فقط، والبعض يشكك اليوم في إمكانية إيصال 10,000 لاجئ سوري إلى البلاد قبل نهاية العام 2015. في ردود الفعل عبر الوزير ماكالم عن تفاؤله بإمكانية قرن القول بالفعل وبأن الحكومة لن تألو جهدا للتوصل إلى أهدافها. وكشف الوزير أن رحلة لشركة الخطوط الملكية الأردنية تنقل على متنها أكثر من 200 لاجئ سوري ستصل إلى مدينة تورونتو اليوم الثلاثاء، وتعتبر الرحلة الثالثة التي تنظمها الحكومة الفيدرالية لنقل اللاجئين السوريين إلى كندا. طالب رئيس بلدية موريال دوني كودير حكومة فيليب كويار في كيبك بمزيد من الصلاحيات الضرورية لضمان اندماج الوافدين الجدد. إلى ذلك لا تزال عملية تعيين مستشار بقيمة 1800 دولار باليوم الواحد لتنسيق عمليات استقبال اللاجئين السوريين في موريال تثير الجدل في أوساط البلدية، وذلك بعد مرور عدة أيام على وصول الدفعة الأولى من اللاجئين السوريين إلى مطار بيير إليوت تريدو في إطار خطة الحكومة الليبرالية الكندية. وفي رد له على الإجراءات المعتمدة في مدينة تورونتو والتي من خلالها يتم تسليم عملية تنسيق عمليات استقبال اللاجئين إلى 4 أشخاص، قال كودير إن تورونتو لديها تلك الخبرة لأن الحكومة في مقاطعة أونتاريو منحتها صلاحيات بهذا الخصوص بعكس ما هو عليه الوضع في بلدية موريال. تجدر الإشارة إلى أن المكتب الدائم لأولئك الأشخاص في تورونتو لديه موازنة سنوية بقيمة 450 ألف دولار، أي بواقع 1800 دولار باليوم الواحد. هذا وانتهز رئيس البلدية المناسبة للإشارة إلى أنه يسعى للحصول على مزيد من الصلاحيات في إطار المفاوضات إلى جانب كيبك بشأن وضع المدينة، علما أن القانون بهذا الخصوص سيطرح في الجمعية الوطنية في شباط فبراير المقبل لتوسيع صلاحيات ومسؤوليات البلدية. نعيد التذكير أن موريال تستقبل 80% من المهاجرين عام تلو الآخر، إنما البلدية فقدت منذ 20 عاما مسؤولية اندماجهم. خرج المفوض السابق في لجنة شاربونو رينو لاشانس عن صمته بعد أن تعرض لهجمات لاذعة من كل حدب وصوب في رسالة كشف عنها مساء أمس الاثنين ونشرت صباح اليوم في عدد من الصحف المحلية. وقال لاشانس إنه يريد الرد على بعض الانتقادات وبأنه وقع ضحية صرامته، كما نفى تعرضه لضغوطات لحماية الحزب الليبرالي في كيبك في التقرير الختامي للجنة شاربونو. أكد وزير المالية الكندي بيل مورنو أن الحكومة الفيدرالية في أوتاوا غير مستعدة للمساومة على هدفها القاضي بإلغاء العجز في الموازنة بحلول العام 2019 من أجل تحسين قدرتها على تسديد الدين العام. من جهة أخرى تستعد الحكومة الليبرالية الجديدة في أوتاوا لتشكيل لجنة من الخبراء من القطاعين العام والخاص من داخل البلاد وخارجها لإعطائها نصائح حول الإجراءات التي من شأنها تحفيز الاقتصاد الكندي. أعلنت كارولينا موروني ابنة رئيس الوزراء الكندي السابق براين موروني أنها تشعر بالإطراء عند تداول اسمها في أوساط حزب المحافظين لخلافة ستيفن هاربر، ولم تفصح موروني عن رغبتها في دخول غمار السباق لزعامة الحزب، مشددة على أهمية خدمة المجتمع بنظرها وبأن أولوياتها الحالية تنحصر في أولادها الأربعة وعملها في مؤسسة للاستثمارات في مدينة تورونتو. تتواصل صباح اليوم الثلاثاء عمليات البحث عن أدلة جديدة في قضية الطفلة سيدريكا بروفانشي بعد أن شارك أكثر من 200 شرطي يوم أمس الاثنين في عمليات البحث. وتسعى السلطات الأمنية في كيبك من خلال أكبر تحرك في تاريخها إلى تكثيف الجهود بحثا عن المجرم الذي يقف وراء قتل الطفلة بروفانشي، وذلك قبل تساقط الثلوج وسوء الأحوال الجوية. في سياق متصل تشبه السلطات الأمنية في كيبك في أن رجلا في العقد الثالث من
العمر ويقود سيارة من نوع أكيرا حمراء اللون قد يكون ضالعا في عملية خطف الطفلة، إنما لم يتم إيجاد حتى الساعة أي دليل لتوجيه اتهامات رسمية بحق السائق. وكشفت مصادر لصحيفة لابريس المحلية أن المشتبه هو نفسه منذ 8 أعوام. وافقت رئيسة الوزراء في مقاطعة أونتاريو كاتلين وين بشكل مبدئي على فكرة تسليم مؤسسة الكحول في المقاطعة مهمة بيع حشيشة الكيف. وكانت الحكومة الليبرالية في كندا قد أعلنت في خطاب العرش مطلع الشهر الجاري عن عزمها احترام التعهد الانتخابي القاضي بتشريع الماريجوانا من خلال السيطرة على القواعد المتبعة ومراقبة هذا النوع من التجارة. تعتزم الحكومة في مقاطعة أونتاريو إجراء سلسلة من الاستشارات العلنية في كانون 2 جانفييه المقبل حول المساعدة الطبية على الموت، وذلك في أعقاب طرح تقرير حول هذه المسألة المثيرة للجدل يوم أمس الاثنين. في سياق متصل، شددت الأستاذة في القانون في جامعة دالوزي في مدينة هاليفاكس جوسلين داوني على وجوب إدراج المساعدة الطبية على الموت على شهادة الوفاة بحال توفي المريض بمساعدة الطبيب. في الخبر الأخير، ارتفعت خسائر سلسلة محلات الألبسة الجاهزة لوشاتو خلال الربع الثالث من العام المالي، إنما الحملة الإعلانية الجديدة بغرض التسويق والتي أطلقت في آب أوت الماضي سجلت نتائج جيدة. وكشفت إدارة الشركة عن خسائر بلغت 12.5 مليون دولار خلال الربع الثالث بالمقارنة مع خسائر بلغت 11.1 مليون دولار خلال الربع المماثل من العام الماضي. تراجعت مبيعات الفصل الذي انتهى في أواخر شهر تشرين الأول أكتوبر من 58.1 مليون دولار إلى 57.6 مليون دولار، وعزت محلات لوشاتو السبب إلى إقفال 7 فروع تابعة لها. في سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن شركة لوشاتو أقفلت 4 فروع خلال الأشهر 9 الأولى من العام المالي، ومن المرتقب أيضا إقفال 8 فروع أخرى بحلول شهر كانون 2 جانفييه المقبل. وتراجع عدد فروع محلات لوشاتو في نهاية شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى 218 فرعا. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.